السلام عليكم البنات، كبيرين والولاد كل شيء مزيان. كنسلم عليكم كلكم. المهم كنت كنصور، كيسحب لي التليفون كيصور، الساعه ما كيصورش. المهم ماشي مشكل، بغيت نصاوب بليغات. وكيف ما كتعرفوا انهم فيهم الزنجلان وكاين اللي كيدير فيهم تلوز، انا خديت شويه من السلو اللي طحنت وبه غادي نخدم. زدت عليه واحد جوج ليفات ديال الطحين ومعلقه القرفه والخماره، خمارة واحدة ديال 8 غرام، صفر ديال البيضة، درت 4 ديال المعالق ديال الزبدة مذوبة، تكون مذوبة وتبقى حتى كتبرد، 4 ديال المعالق كبار، وخمسة ديال المعلقات ديال الزيت حتى هما كبار. ساهلة صراحة، وغتجي ولا أروع. يعني صراحة بسلو جات حسن من لان فيها سلو، يعني فيه طحين مقلي، فيه اللوز، فيه الزنجلان، فيه النافع، حبه حلاوه. مهم جات زوينه بزاف. وهنايا درت معلقه كبيره ديال الخل، وهنا غادي ندير واحد كاس ما كاملش ديال الزهر. ما بغيتش نكثر اكثر لان انا عندي الزهر مزيان يعني مقطر. اما داك ديال الحانوت، الا كان عندك غير ديال الحانوت كديري مثلا نص ديال القرعه كامله. المهم البنات القوام ديال العجينه خصو يكون بحال هكا، شاد راسو قاصح، وكنخليوها ترتاح. غادي نقسمها ثلاثه ديال الاجزاء ونخليها ترتاح وانتم معايا. بعد ما تحت العجينه ديالي طلقتها بحال هكا، يعني كتلقى رقيقه. انا كنت بديك الماكينه ولكن كيولي مجد هو اللي باغي يخدم بها، كياخذها ليا وكيف كنخليها ليه صافي. بعد هذه كتجيني خصني نقطع دوك الطراف الرقاق وداك الشيء الرقاق تسمي عليه خدمه. صافي غنطلقها هكا رقيقه. لا افعل شيئا هنا. صافي غادي ندير اللي عنده واحد الطابع مربع خالص هكا كيعطيه، عطيه لك ولا غيلون. اللي عنده طابع مربع يديرو، انا واللي ما عندوش يدير غير هكا بالجراره، يحاول يديرهم صغيورين. انا اول مره والله الا غنديرها، ما عمري ما درتها، اول مره غادي نديرها. وصراحه ما شفتش كاع لا غوسيت لان ما كاينش اللي كيديرها بسلو، انا ما عمري ما شفت لا غوسيت هذه. المهم هذاك الشيء اللي درت انايا. صافي كنبقاو الدوره، كديري الصبع ديالك وكتدوري عليه وكتبركي مزيان على العجينه باش ما تحلكش في القليان. صافي كتبقاي غاده على هذا الشكل هذا، كتحطي الصبع ديالك وكتلوي عليه العجينه وكتبركي مزيان. صافي تكملي العجينه كامله، وداك الشيء اللي كيشاد عاوتاني كنجمعوه وكنخليوه يرتاح، ومن بعد عاد نعاودو نديروه على ما يرتاح. ضروري كديروها في شي ساشي، شي خمشه بلاستيكيه باش كترجع. صافي الزيت يكون سخون مزيان، ما يكونش بارد، يكون سخون باش ما يتحلوش. وكتبقاي توضعي البليغات بوحده بوحده، حاولي ما تزحميهمش لان غتبقاي تقلبيهم. ومهم قلت لكم الزيت خصها تكون سخونه مزيان، وين فوا نديروهم نقصو شويه من العافيه عاوتاني باش ما يتحرقوش لينا. صافي كتبقاي تقلبيهم بحال هكا بشويه بشويه. وكان ملي كنهزهم كنديرهم يتسقطرو فواحد الشبكه، هو الاول شويه من الزيت، عاد كنديرهم في العسل. والعسل البنات خصو يكون شاد راسو، يعني يكون عسل قاصح، هو اللي كيبقى لينا فوق من الشباكيه، فوق من البريوات، فوق هو اللي كيبقى شاد. يعني كيكون في المنظر زوين، لكن العسل قاصح كيبقى فيهم واحد المده. هاكا خصو يكون، هذا هو القوام ديال العسل اللي خصو يكون. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات ديالي اللي زينتهم بالزنجلان، اللي حمرتو داك الزنجلان البيض واخا كيتحمر ما كي
كيبقى ابيض زعما ما كي محمرش بزاف. هذه الشباكيه هي صورتها معاهم. المهم حيت انا درت غير شويه يعني اول مره درتهم بغيت نجربهم، جاو زوينين زوينين وحتى اللون زوين بزاف والمذاق رائع. نبغيكم تجربوهم البنات، راه جاو زوينين ومقرمشين وعرفتي داخل لهم داك العسل مزيان لداخل، لذاد لذادين بزاف صراحه. جربوهم وردوا عليا الخبار، وما تنساونيش لعجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك وبارطاجيو الفيديو.